أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من منهج السلف الكلام على أخطاء الحكام من على المنابر؟ لا، هذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة، لأن الكلام فيهم على المنابر يهيج الناس عليهم ويقلل الثقة بهم ويحمل على الخروج عليهم ويهيج المخربين وأصحاب الأفكار المنحرفة على ما هم عليه، فلا يجوز الكلام على المنابر أبدا في ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.